بالكاميرا يمكن مبين طويل. بالكاميرا بس انا اشوفه مرات في الصالة، لا يعني قصير يوصل لين كتفي تقريبا يعني. هذا طبعا اخر اللاعبين وهو نيكولا مير، بالامس كان الستارت عنده 5.5 وحقق درجه محصلتها 14.133. يؤدي حركات استعراضية يتقرب فيها إلى الجمهور أكثر من تقربه إلى الحكام. ترى الحكام يحبون الصعوبات، الجمهور يحبون الشوف. يا سلام. وبعد شخصيا أنا أعتقد أنه راح يجيب رقم أفضل من أمس، جاب 14.133 أمس، اليوم ممكن درجة أعلى. ممكن درجة أعلى، لكن نفس ما احنا عارفين بعيد على البوديوم يعني. أي أكيد البوديوم الان هو ما في فرق كبير بينه وبين المركز الثالث، المركز الثالث 14.6، ولو اخذ درجه افضل هو اخذ في التصفيات 14.1، يعني 4 اشهر تقريبا 5 اشهر. تتوقع يجيبهم؟ يجيب المركز الثالث؟ اي اتوقع صعبه. صعبه ممكن يجيبها لكن صعبه. الاول 15 لانه نظيف صراحه. الاول 15 566 للتركي فرهاد، الثاني 14633 للبرازيلي كايو، لا الثاني عفوا الاوكراني، الاوكراني نعم بيترو 15 بالضبط. ايوه الثالث طبعا البرازيلي كايو 14633، الرابع الى الان الكازاخستاني ميلاد 14566، 14300 الاسباني نيسترو 14.2 مركز 14200. هذا درجة أفضل من درجة اللي أمس أو اللي بالسابق، لكن صحيح إذا خلاص حسمت الأمور.